بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا، متابعينا الكرام، نحييكم أفضل وأجمل تحية من ختام المهرجان الصيفي في هذا اليوم في ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة، انطلاقة شوطنا الثالث الخاص للحقائق، شوط الكاس، كاس مقيض قطر، هنا في هذا الانطلاق، في هذا الاندفاع المميز والكبير، الكل يبحث، الكل يطمع عن انتزاع هذا الرمز الغالي، نسير هناك مع الصدارة، مع المركز الأول، مع البداية، هنا صدارة الشوط، هنا من تتقدم كنز، ناصر بن أحمد بن محمد شقيري المهندي يقدم شعاره من خلال تواجد كنز، بينما المركز الثاني أتابع التقدم والوصول في هذه اللحظات القادمة الشهامة، بريك بن طالب بن هليل المري والمركز الثالث، شوف القدوم، وصلت هملولة، حمد بن راشد بن صفوة المري يقدم هملولة في هذا الانطلاق، بينما المركز الرابع هنا في هذه اللحظات القادمة، هنا مشاهدين الكرام، هتان سعيد بن سالم بن ناصر بن دلهم الهاجري والقدوم، وصلت رها سنيد بن علي بن سالم الدعية، الكاس الكاس الكاس، إلى أين سيتجه من بين هذه الأسماء، من بين هذه الشعارات التي حضرت في هذا الصباح؟ يا سلام بحضور هذه الأسماء، بحضور هذه الشعارات المميزة، ولكن هنا الصدارة، المركز الأول هملولة بن صفوة يقدم هملولة، يطمع بانتزاع الكاس في هذا الانطلاق، في هذا المسار مع الأمتار الأخيرة، ما شاء الله، هملولة، هملولة هي الأقرب للكاس، هي الأقرب للرمز في هذا الانطلاق مع بن صفوة في مسار هذا الشوط، في هذه التحديات المميزة والكبيرة. يا سلام، الكاس الكاس بقبضة بن صفوة، بقبضة بن صفوة يقبض الكاس بقبضة من حديد مع الأمتار الأخيرة، مع الكاس، الكاس بن صفوة، بن صفوة يقدم هملولة، يقدم هملولة، الدماء الهملولية تحضر بحضور الكبار مع شوط الرمز، مع شوط الكاس، أسعد الله صباحك يا بن صفوة، سلام بن صفوة، سلام على هذا الأداء المميز، سلمة يمينك يا راعي هملولة على هذا الأداء، الكاس مع بن صفوة يتوج بالكاس مع انطلاقة هملولة، أسعد الله صباحك على هذا الفوز والانتصار، تهانينا والناموس لحمد بن راشد بن محمد بن صفوة المري من خطف الكاس، وأهدى السلامات إلى هذا الشعار ومحبين، تهانينا والناموس. المركز الثاني كان الوصول من كنز لناصر بن أحمد بن محمد شقيري المهندي، والمركز الثالث وصلت الذهيبة لحمد بن راشد بن صفوة المري، والمركز الرابع، المركز الرابع الدوحة علي بن حمد بن محمد الحسن الفهيدة، والمركز الخامس، المركز الخامس كان الوصول مشاهدين الكرام من هيهات عبد العزيز بن صالح بن حمد أبو شريدة، تابعنا هذا الشوط، تابعنا هذا التنافس الكبير في هذا الختامي الكبير، ختامي المهرجان الصيفي، لأيضا مشاهدين الكرام للمفاريد بحضور هذه الأسماء المميزة وهذه الأسماء الكبيرة التي حضرت في صباح هذا اليوم، بن صفوة يخطف الناموس ويتوج اسمه في صباح هذا اليوم مع شوط الكاس. ها هي اللقطات المميزة من عدسات قناة الريان الفضائية الناقلة لهذا الحدث الكبير، الناقلة لهذه الأحداث المميزة والمهمة التي يحتضنها ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن. التوقيت هنا مشاهدين الكرام 2:49، 7 أجزاء من الثانية، تهانينا يا أبو راشد، حمد بن راشد ومحمد بن صفو المري، من قدم لنا هملولة، من انتزعت الكاس، بينما المركز الثاني كان الحضور أيضا من كنز اللي ما قصرت في هذا الشوط بشعار أيضا ناصر بن أحمد بن محمد شقيري المهندي، 2:52، 31 جزءا من الثانية، بينما كان الحضور المميز مع المركز الثالث أيضا بن صفوة يدفع بأحد الأسماء المميزة مع ثالث الأسماء، مع انطلاقة مشاهدين الكرام مستمعين الأفاضل الذهيبة حمد بن راشد بن صفوة، 2:52، 37 جزءا من الثانية، هو التوقيت الزمني مشاهدين الكرام
الكرام، هكذا كانت هي القصة والرواية، والكلمة تنتقل للزميل